23 من ديسمبر من عام 1972 افتتح رسميا مطار السيب الدولي، مطار مسقط الدولي حاليا، تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وكان جلالته قد أصدر أوامره في النصف الثاني من عام 1970، أي بعد توليه الحكم بفترة قصيرة، بإنشاء مطار دولي للسلطنة. وقد شهد هذا المطار ولا يزال الكثير من أعمال التوسعة والتطوير. 23 من ديسمبر من عام 1973 أنشئ قسم خاص بالأرصاد الجوية لخدمة الملاحة الجوية. وفي عام 1976 أنشئت خدمة الأرصاد، وانضمت السلطنة إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في عام 1975.